يا وما عليه بليش، هي بابا وامي، هي اخويا وصاحبي، هي الفامي معاهم بدل عيشتي حمرا وبيضا عزيزتي يا مراتيش. احلى جنوبيه اخويا، وان شاء الله ديما فرحانين. الاطوار راهي جمعيه كبيره وتاريخ كبير في المروك، اللي كيف نلعبوها نربحوها. ظهر لي تلميتوا لمة ساحلية تونسية لهنا في مدينة كازا. والله تلمينا كما تشوف الولاد الكل، دخول لعبة في سوسة، وان شاء الله اليوم مربوحة، ان شاء الله ربي معنا ومربوحة ان شاء الله مربوحة. جو مزيان على الاخر، طقس بيه على الاخر، احنا فرحانين اللي خلطنا لباس، ان شاء الله الاطوال اليوم تقدمنا تروح مزيان وبنجيح كالعادة والمواهبة. يلا ناظر. والله هو ترى معناها جو باهي و سافا 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 تستقبل، والله برافو سون جونتي، وان بليس معناها تضيع ولا حاجه، يجيك واحد يقول لك هاي نمشيو للبلاصه هذيك. المغرب يخدموا عباد تخدم ليل ونهار خير منا ياسر، بونوك سبتوا حد محلوله، عباد تخدم تلقى كيف تصرف، عباد بلاد حيه، احنا هاو ضراب هاو ما يخدمش، هاو سبتوا حد الدنيا كلها مسكره ما تنجم تعمل حتى شيء، بلاد فايقه وبلاد مزيانه ياسر. ديما وين ما تروح يا الحمرا برجلها بالدم والروح نحاربوا على جلها، سحرت العقول بدعت لي بحالي، نسيتني الهموم زهت لي بالي، وماني ناسي الايام زينا معاك، وماني ناسي كله. كنا نحكيو عن النجم الرياضي الساحلي. مرحبا بكم ساعة في المغرب. أول ما نبداو الساعة باش نكون واضحين مع بعضنا، لازم الكورة في تونس تنظاف، هذه حاجة تبدأ من المكتب الجامعي للرابطة للمسيرين الكل، الكورة في تونس لازم تنظاف. راهو مش جمعية، كل ما تبدأ البطولة من أول عام يسطروها الجمعية، راهو هذا شيء مش معقول، راهو عرق ناس ياكلوا فيه. النجم الساحلي راهو متظلم تحكي يمين متظلم، النجم الساحلي راهو على المستوى الاخضر تربح حتى الجمعيه، اتبقى في الكواليس راهو خسروا النجم الساحلي. جيش يهز درابو نتاعو على البريكي جاي اخر جوير، يقول لك نحي لك بنتو من الشبكه، مش معقول شيء هذا، راهو هذا مش معقول. الاتوالي خسروا راهو في الكواليس، ونجم الساحلي راهو الحقيقه نتاعو راهو في الافريق، راهو البطولة تونس خداها، ما حدش يدش بها، راهو احنا 10 سنين هزوا كل 10 سنين هزوا بطولة، راهو برق جبين. نداء بربي، نداء لوزير الشباب والرياضة يتلهونا شوية، ينطفونا الكرة التونسية. ماشيين تو ماشيين نحوسوا تقضيهم باب مراكش. اي باب مراكش نقضيهم برشا حاجات. حس فيكم هكا مرتاحين نفسيا، ثم استقبال كبير. الحمد لله، والله يرحم والديهم، يرحم والدين والديهم. حسونا معنا احنا نعيشوا في بلاد، ما حسوناش احنا معنا في ديبلاسمون ولا في المروك. ايه ناخذوا احنا السيد مغربي. مغرب وجوج بحال بحال، مغاربه وحده، كلنا خوه الحمد لله. هذوما تعرف اليوم هذا من جماهير تونس النجم الساحلي. جماهير تونس نتمنى لهم الخير، الجو اللي يلعب مزيان يربح. اللي يربح كازا وسوسه خوه تحب تونس انت؟ نموت في تونس، افضل دوله عربيه انه يحن عليها سيدي ربي، نروح لتونس على طول، فيها ناس برشا مزيانين كويسين، وبغيناهم يديو البطوله للفريق الرجاء البيضاوي. بدينا الاستعداد توا. اكيد بدينا الاستعداد من الصباح. اش قال زديك؟ من البارح. من البارح انا، من البارح وانا نصرف. ان شاء الله مربوحه وكو، ان شاء الله. جا برشا جمهور ونجم الساحلي. برشا جمهور هيك ترى اخويا، الوتله كل معبين. كل كومبلي، الاسوام غليت على الاخر نتاع الوتله لهنا، اللي كان معناها بصوم في الانترنت، لقيناه هنا، لقيناه سوم اخر. فهمتوا برشا جمهور لهنا وكلهم معناها ان شاء الله يكون تلقاو في الساد هكاهو العشيه. هل تستنى في المباراه اليوم؟ نستنى في المباراه، وشلنا من نهار الاربعاء
صيب نخدمنا وقرايتنا وكله ونعرفوا اللي عندنا رجال باش يفرحونا وان شاء الله هذه بروفا عم رجال الشامبيونز ليغ وان شاء الله نرجعوا كالعاده نرفعوا الرايه تونس وخاطر نحن كان نحن نرفعوها في تونس ان شاء الله مربوحه اليوم والله مريق لينا سيري ذا احنا فهمتني جينا باش نربحوا ومتعودين والمغرب معناها عباره بلادنا بلاد ليتوال احنا كجروب مديبلاسين اكثر من برشا جمعيات سوا ديزون كبار في تونس شو من تو بديت خلت في القهوه يا كاهو قايد هاد الصباح خلي واحد يفيق شويه هاد جوكم مريقل في المغرب جماهير واستقبال لاباس 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 ان شاء الله مربوحه وكاهو سي شهاب انت تعيش هنا من الجاليه التونسيه موجوده النجم الساحلي فريق تونسي يلعب اليوم في مدينه دربي دونك بيان سور احنا كي دي فريق تونسي دي درافو تونس دونك لهنا كلك سوا نجم ساحلي نادي افريقي نادي سيرسي دونك بالنسبه لينا الكل كيف كيف لازمنا نشجعوا اون ايكيب تونيزيان نشجعوها في المغرب ان شاء الله الكل يعيطوا زيكو 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 اي شنو انت ظهر لي ديما تتنقل مع النجم الساحلي في كل الاماكن الافريقيه على الاخر شنو حضرتوا اليوم اش حضرتوا حضرنا شيء انا شيخين شنو قل لي المباراة كيف تشوفها تو؟ باش نربحوا احنا كهو باش تشجع اليوم؟ النجم الساحلي النجم الساحلي خاطرك ساحلية ولا تونسية؟ تونسية تونسية تحب ليتوال تربح اليوم؟ اش كنت تعمل انت كنت تحكي مع جماهير النجم الساحلي شنو هي المهمة وانت تعيش لهنا اللي كلفوك بها شنو؟ انا ممثل الجالية التونسية بالدار البيضاء وان شاء الله فهمتني ولا نشوف نعمل الماكسيموم باش يعديوا الايامات هذه مرتاحه ويتعدى يتعدى النهار اليوم مرتاح وفرحانين وان شاء الله يروحوا فرحانين من عندي هنا والله انا بدي فهمتني نحن عائله تونسيه لهنا وديما اي تونسي يجي لهنا للمغرب سيرتو في كازا معناها نحن نرحبوا به ونحطوا على روسنا من فوق شيخ كليدوان شو شيخني احنا نلعبوا في كوب دافريك ما نعرفش نلعبوا في الشامبيونارو مانيش نلعبوا في البطوله نتاع تونس ما تعدينيش البطوله نتاع تونس نلعبوا في بطولة نظيفة لكاف شو معناه؟ ما انت تعدني يحكم فيها الناس براني مش تونس معناها بطولة تونس فيها امور اكثر من التعب شكون مسبب متسبب فيها البطولة نتاع تونس والمشاكل هذه المسؤولين شكونهم؟ الجماعة خاطر الناس ما همش اصحاب قرار الناس خوفها ما تقولش القرار الصعب هما السبب خلاو الكرة تعبة في تونس أسف وراء الفرق القومي تعب زاد مش شيء أسف والمشكلة كانوا أصحاب مستويات عليا كي تشوفوا في التلفزة ما تقولش كانوا أصحاب مستويات عليا أشنو أنت أمورك تو؟ أموري إن شاء الله زينة وإن شاء الله الربح مضمون ما عندناش شكون يحط لنا لا ياسين حروش لا صادق السالمي ستة ماتشات على بعضهم وان شاء الله مربوحه واحنا ملوك افريقيا. اذا كما قلنا معناها حصه خاصه بمباراه النجم الرياضي الساحلي ونادي الرجاء البيضاوي بالمناسبه ملاصقه انا ومحاصره لاصقه للاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي جمال دين قرنا جمال النجم اليوم يخوض مباراه ضد الرجاء البيضاوي. ان شاء الله هكا ينورونا اليوم ان شاء الله هكا الجمهور اللي جاي من الساحل ان شاء الله نروحوا فرحانين كيف تشوف المول ماتش كيف تشوف اني حسب راي عندنا جمعيه باهيه عندنا وليدات باهين نتصور الاولاد ما يخيبوناش اليوم نتصور قاعدين يعديو في دي بارتي مزيانين برشا نتصور فما اليوم فما هكا نتصورهم باش يربحوا اليوم. هاي جوا طيبه تبارك الله جمهور بعدد كبير وان شاء الله مربوحه. انا ديما ما نتبع النجم الرياضي الساحلي وان شاء الله اليوم انا على قليلا ناكدوا الانتصار في افريقيا خاطر ما عادش عندنا امل في البطوله التونسيه. على ايش؟ البطوله التونسيه ما عادش كي العاده رجعنا اللي يشد بلاصه الثانيه كانه هز الشامبيونا في تونس خاطر حكايه كلها تعرف اللعبه ملعوبه تو قاعدين نشوفوا جماهير النجم الرياضي الساحلي موجوده هنا كيفاش استقبلتوهم هنا في المغرب؟ مرحبا بهم هنا بلادهم كي المغرب كيف تونس احنا كاع عرب كاع مسلمين ونتمنوا كل كاع الجماهير تشي فرحانه ان شاء الله ونتمنوا ان شاء الله المباراه تدوزها بالخير وعلى خير واللي يربح هو الافضل ويبقى كل شيء بخير على خير
إذن نحن موجودين هنا في حي أو درب سلطان، جماهير الرجاء البيضاوي في انتظار مباراة أخوية. النجم الرياضي الساحلي ينزل ضيف على مدينة الدار البيضاء على فريق نادي الرجاء البيضاوي، كما يقولوا نادي الرجاء العالمي، نعرفوه اللي يلعب نهائي كأس العالم للأندية هنا في مدينة مراكش. نحب نشوف الأجواء هنا المغربية. خلينا نقولوا ساعة ثم استقبال كبير للجماهير التونسية من طرف، لكن نحب نقولوا مباراة نادي الرجاء مع النجم الرياضي الساحلي. مباراة غادي تكون جيدة إن شاء الله، مستوى ديال الفرق العربي، مستوى غيكون تشويق. ياك لابس تاع الوداد أنت؟ لا، الراجا ديما خضرا، ديما راجا. حبوا الفريق، كيفاش حبوا المباراة؟ النجم الساحلي فوزي البنزرتي يدرب نادي الرجاء ومدرب النجم الساحلي. بالنسبة لفريق نجم الساحل التونسي، هو فريق كبير وعريق كما فريق الرجاء البيضاوي. فوزي البنزرتي كيعرف فريق الرجاء وفات لي يدرب فريق الرجاء البيضاوي. حنا تنرحبوا بالاخوة التونسيين وكنرحبوا بجميع الفرق من المغرب العربي خاصة، وحنا كنرحبوا كشعب مضياف وما كنعاملوش الناس كما كيعاملونا. مرحبا بالاخوة التونسيين، واللي فاز هنيئا يربح يلعب مزيان. ايضا اللي تحب تقول كلمة. شكرا الاستاذ. فريق الرجاء تعتبر فريق افريقي وعالمي بما انه فاز ثلاثه المرات تشامبيونز ليغ. هذه المره كياكد على انه ولو انه ضاع منه تشامبيونز ليغ، هو غادي ان شاء الله غادي يعوض في الاتحاد الافريقي. وكنتمناو المقابله تكون ان شاء الله مقابله اخويه. تحب الرجاء ولا الوداد؟ الرجاء، قول الرجاء. ان شاء الله نجم الساحلي فريق كبير. جماهير النجم الرياضي الساحلي متواجده معنا منذ 3 أو 4 ايام، موجوده هنا في مدينه دار البيضاء. لكن معنا قيس كزاره، هو رئيس لجنه الاحباء بالنجم الرياضي الساحلي. قيس، جماهير النجم تو تتسائل، حتى واحد ما ريت عنده معنا تذكره دخول الملعب المباراه. اش عملتوا انتم كهيئه بالنجم الرياضي الساحلي وكرئيس لجنه الاحباء؟ مشينا عسلامة صاع، مرحبا بالجمهور النجم ومرحبا. مشينا المقر نتاع كازا، يعني واحد من الناس الصباح اتصلت بالمسؤولين نتاع الرجاء وقالوا لنا راهو لي تيكي موجودين نتاع فريق النجم الساحلي والكيشي نمبر 14 و16 ومتوفرين تيكيات وباسعارنا وحاطين منظمين نظمنا لهم البلوك نتاعنا وندخلوا من 14 15، وتيكياتنا موجوده زاد الكيشي غادي كان موجوده سور بلاس، كل شيء سور بلاس. خاطر علاش تذكر نتاع؟ ب 60 درهم، معناها قرابه 12 دينار 13 دينار تونسيه، خاطر ما نجموش نبيعوا تيكي برا في الشارع. كتوف ناس جات حتى اليوم الصباح، نهار المقابله جات اليوم الصباح، وناس متفرقين، ناس تسكن في ديار، ناس في يوتله. دونك الملتقى هو في الملعب، وعاملين كيشي خاصه ونظمنا لهم كيشي خاصه. تقريبا كم يبلغ عدد احباء النجم الرياضي الساحلي؟ ما نجموش نحدوا بالضبط، اما قرابه 1500 2000 محب، خاطر ثمانيه جات من اوروبا، ثمانيه جات من تونس، ثمانيه تو قاعده تجي، معناها تو وصلت ل 11:30 ونص نهار وصلت تو، معناها مازال. اما بيع وشراء اليوم ولا؟ ضروري نبيعوا ونشريوا في شعارات الراجا، في شعارات الوداد اللي كان كنش نبيعوا ونشريوا فيه. كي مشات شي كلشي كيتباع الحمد لله. ما ثماش برشا قبيل. اه؟ ثماش اقبال هنا. لا كاين اقبال، الراجا ويلي واخا تكون الراجا لعبه مع اخيب فرقه في العالم كيجي الجمهور. اخيب فريق في العالم، اخيب انقص دوزيام ديفيزيون ولا الهوات كيجي جمهور الرجاء، معروف عندك جمهور الرجاء والوداد. فريق الرجاء الوداوي فريق كبير وبالتاريخ ديالو ووصيف بطل كاس العالم للانديه، ونتمنوا المباراه تدوز في روح رياضيه. وتحيه خاصه لجماهير النادي النجم الساحل وجماهير تونسيه كامله، وان شاء الله ومرحبا بكم في المغرب. السلام عليكم. حنايا بغينا اليوم هذا الماتش يدوز بخير وعلى خير مع خوتنا التوانسه، ونحبوا التوانسه وبغينا ان شاء الله يدوز اليوم مزيان، ما تكونوش بحال الجزائريين وتنطلبوا من عندكم عافاك. نمشوا عندكم اللعبه ديالنا والجمهور، رحبوا بهم الله يرحم لكم الوالدين. المعلومات اللي عندي كون الجماهير الرجاء البيضاوي كانت البارح واليوم رحبت بجماهير النجم الساحلي. نرحبوا بهم ونرحبوا بالتوانسه، حنايا التوانسه نرحبوا بهم على راسنا وعينينا. نرحبوا بالتوانسه. تحيه خاصه للجماهير التونسيه. حماه الحما يا حماه الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن،
لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. أنا مغربي قح، نساعد الناس مغرب تونس، كيف مغربها كيف تونس، كيما راهم يجوا عندنا كيما راه حنا غادي نمشوا عندهم، كيما نرحبوا بهم كيما نرحبوا بينا، هذيك الشيء علاش نساعدهم. انتم عندكم المريقلين التذاكر؟ انا جينا لهنا باش نمشيو نقصوا توا تيكيات، وتبارك الله عليه الجماعه الكل هنا مرحبين بينا ويعطيهم الصحه خلينا نقولوا كلمه حق، جماهير نجم الرياضي الساحلي منذ حلولها بمدينة الدار البيضاء بالقطر المغربي الشقيق ما لقاو كان التسهيلات والترحاب. أنا أقول برافو للشعب المغربي، برافو بصراحة، يستحق حتى تصفيقه بصراحة، معنا جو كبير هذا. إن شاء الله إن شاء الله عشان مبولا خشين على قانون الدولة بدم والروح حربوا على جلها سحرت العقول بدعت لي بحالي محمد بالعودي المنسق الإعلامي خلينا بنادي الرجاء. ظهر لي وفرت جميع ظروف دخول الصحفيين من تلفزة وكذلك إذاعات خاصة ووسائل إعلام أخرى، مش كما في بعض الأماكن في الدول الأفريقية يرفضوا باش يدخلوا الإعلاميين، شنو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه مباراة بين إخوة، إحنا شعب واحد، إخوة يجمع بيننا أكثر من 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 علاقة. خدمتنا هي أننا نوفر يعني ظروف العمل لجميع الصحفيين للمغاربة وللإخوة الأشقاء التونسيين أو يعني الإعلاميين اللي كيجونا من خارج المغرب، لأن فريق الرجاء البيضاء ولات عنده متابعة كبيرة، وكنتلقاو مجموعة من الدعوات يعني من إعلاميين دوليين كيبغيو يجيو، خصوصا أنهم كيبغيو يتفرجوا في الجمهور والتيفو ديال الجمهور الرجاء العالمي. فمن خدمتي أنا أو المسؤولية ديالي أنني نوفر يعني لجميع الصحفيين يعني ظروف العمل ديالهم، والحمد لله إحنا ملي كيجيو عندنا يعني زوار تونسيين أو صحفيين تونسيين أو من أجانب، فالعمل ديالنا هو أننا نسهروا على الراحة ديالهم ونسهروا نوفروا لهم جميع ظروف العمل حتى يسالوا المباراة. خليني نقول لك حاجة جديدة ولات تو في الجماهير المغاربية، شفنا بعض الجماهير من نادي الرجاء البيضاوي البارحة سهرين مع الجماهير التونسية، وكذلك باش يردوا معناها الساعة ساعين في تونس باش يستقبلوهم زاد أحسن استقبال كما الاستقبال اللي صار لهنا في جد. الحمد لله، هذا كما قلت هذا يقوي العلاقات بين الإخوان الأشقاء في تونس والمغرب وكذلك في الجزائر، بغض النظر على شنو وقع وما قيل في الجزائر. الحمد لله فلا الشعب الجزائري لا الشعب التونسي لا الشعب المغربي كلنا الحمد لله إخوة، وكرم الضيافة لا عند الإخوة الأشقاء في تونس ولا عند المغاربة هو معروف، والحمد لله العلاقة ديالنا أكبر من مباراة، هي مباراة 90 دقيقة ولكن العلاقة بيننا وبين الشعب التونسي هي علاقة كبيرة وتاريخية. انطلق لقاء النجم الرياضي الساحلي ونادي الرجاء البيضاوي. ولا مباراة تكون برشا صعيبة بحكم النادي الإطوال يعرفوا برشا ناس في العرب، عنده التاريخ تاعو، عنده جمو قاعده جماهيريه برشا، كما عرف الرجاء العالمي، الرجاء تاريخ كتب ليها في المونديال مع التونسي اسمه فوز بردرتي، اليوم يلعب ضدهم، اليوم يعرف الرجاء برشا، يعرف الرجاء بالجور تاعه بالمكتب بكل المسؤولين، ربما كما نقول لك مقابله تكون عنده حلول ويكون عنده ضغط نفسي على الجور تاع الرجاء مش بتاع نجم الساحلي. يا عصام تنجم تعلق على المقابلة تو. اوكي، بسم الله، مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بكازا بلانكا بالمغرب، مقابلة برشا صعيبة ضد نجم الساحلي والرجاء الرياضي العالمي. قلت أي عنوان أي تاريخ أي حب أي منادات، اليوم لما شفتوا برزرتي في العام اللي فات ضد مع الرجاء، اليوم تشفتوا ضد الرجاء، أي تاريخ يكتب لكم أي دوان
على تشكيلة الرجاء في حراسة المرمى، اسمه خليد العسكري، أوليفر كان المغرب، حرس المونديال وحرس الأسود في الدفاع. في الدفاع أبناء الدار يعرفون الجدار، اي حنوان اي جنوان، لما نقولك محمد الحاج كابيتان، شوبين صغير، مصطفى بالمقدم على اليمين وعلى الشمال، عادل الكروشي قلت اي عادل، يساري الساحرة عاملة ضد الكبار، زكريا الهاشمي قاصر القمة وسط الميدان، كما نقولك مهندسين، وليد صبار ابن الدار يعرف الحوار، ابناء الرجاء هم ابناء قلت هلال كوكو، لما قلت مهندس قلت اي كوت ديفوار عادة، سبع سنوات بالرجاء. انت تو مغربي؟ وي مغربي. من احباء النجم الرياضي الساحلي. ايوا. وفرع سيكسيون كازابلانكا بريغاد روج وماروك. قداش عملت هذه فلوس؟ 350 درهم. حضرته باش تساند فريق النجم. حضرته باش نساندوا على طول العمر، على كرة اليد وعلى كرة السلة وعلى أي حاجة. كيف تكون الجولف؟ الجولف يلعب واحد يهز المريول النجم الساحلي انا معاه وفي اي مكان وتوجور وديما الاطوال وان شاء الله مربوحه. جعفر يانيس رئيس جمعيه العش الاخضر، ظهر لي اليوم مباراه كبيره بين الرجاء والنجم الساحلي. نورمال، مرحبا بكم اولا في بلادكم الثاني. الكل كيعرف الفرق، فريق الرجاء البيضاوي وفريق النجم الساحلي، فرق كبيره اللي محنكه وعندها تجربه في المحافل الافريقيه. كنتمنى تصود الروح الرياضيه ولقاء نستمتعوا به احنا كجمهور وتصود الروح الرياضيه. مرحبا بكم، هذه بلادكم الثانيه وحنا اخوه، ربحنا ولا ربحناكم ما كاين حتى شي مشكل، والله ما في مشكل. تبع في بابا معاك ان شاء الله. شكون باش تشجع؟ الرجاء. وكي تربح النجم الساحلي كلها مبروك زيدا. مبروك عليكم وخاطر ربحوا. مبروك عليكم وخاطر ربحوا. احنا تويكا رضا شرف الدين مارينا شيرين اخوه موجود لنا داخل يشجع في النجم الرياضي الساحلي. مرحبا بكم وان شاء الله مربوحه وان شاء الله الماتش يتعدى فيه كنف الروح الرياضيه. وما الاولى ماتش فهمتني معناتها فيها لي وفيه روتور، والاجدر والاحسن ان شاء الله يربح. وتحيا الكرة المغاربية وتحيا الروح الرياضية. كنشوفوا جماهير النجم اليوم بالحساب. النجم كما قلت لك، يعني النجم نقولوا هو بطل معناتها الرابطة الأولى فهمتي معناتها عن جدارة، وأخلاقيا هو البطل، وحسابيا هذيك حاجة أخرى. العنصر النسائي موجود هنا لتشجيع فريق النجم الرياضي الساحلي. احنا وين النجمة وين احنا؟ وان شاء الله مربوحة. حتى لاخر البلاد. كيفاش هكا قلبك تو وانت داخل هكا بالشاهد النجم الساحلي؟ قلبي يرعش معاها. وان شاء الله مربوحة. انا ربي يستر اليوم يمكن باش تعلق مرتي، خاطر قلت لها جاي المغرب ميسيون وانا جاي للاستاد. ربي يسترني مع مرتي اليوم برجوليه، باش راني في التلفزه وربي يسترني. بارك الله فيك ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله الاطوار رابحه. السلام عليكم، مرحبا بالاخوه التونسيين اول حاجه، ورا ديما راجع راه مربوحه 2-0 ان شاء الله. هذوما جماعه البدايه ياكلوا الرجاء شيء عجيب. نو الراجا ديما راجا ديما راجا. مرحبا. نسولكم حق انتوما برانيين، علاش الكار ما جاش من فاس؟ هذا هو السؤال اللي بغيت. السؤال مطروح، علاش الكار ما جاش من فاس؟ هذا على عدم يسال. قول علاش الكار ما جاش من فاس؟ قول الوداد. علاش الكار ما جاش من فاس؟ علاش الكار ما جاش من فاس؟ تنشكركم ورا ديما راجا ومربوحه، ومرحبا بخوتنا التونس بخوتنا التوانسه، وتا حنا نستقبلونا مزيان ان شاء الله. وحنا غادي حسبنا الله ونعم الوكيل في وديع الجاري وفي الجامعه التونسيه في الهيكل الرياضي في تونس.
هاللي اليوم لما ساحلية تونسية هنا في كازابلانكا إن شاء الله لبيس الحمد لله يا رب. والله إن شاء الله يتعادل مقابلة به وخاول إن شاء الله نعمل حتى تعادل في البرقة. شنو المرأة التونسية تشجع اليوم؟ إن شاء الله هذه مشات للجابون هي ورجلها ومشاوا لمصر ومن بلاصة لبلاصة وين ليتوال وين هما وقت راه جينا اليوم للرجاء وان شاء الله قلت ربي الرجاء ماهيش في احسن الاحوال واحنا خير منها باش نربحوها ان شاء الله اثنين بواحد اثنين بشيء المهم نربحوا. وين ليتوال وين ليتوال وين انتم؟ وين احنا؟ وين ليتوال وين احنا؟ وين راح معها؟ معناها نسمعوا حاجة مش حافظ بالبي بالبي برشا. معناها ثم تزغريت على تزغريت. ايطاليا دولة. قسيت؟ اي 60 درهم. 60 درهم. 60 درهم. كم واحد هذا اللي ما ثمش صعوبة الحمد لله فرحوا بينا فرحوا بينا وربي يخليهم هما ليتوال ديما لاباس موجودين في كل بلاصة فيكتوار اليوم لاباس المغاربة باهين باهين فرحوا بينا ويعرفوا ليتوال بالقدا طلعوا أكثر جماعة يعرفوها والله نحن دخنا بطبيعتنا ما كناش نحسبهم يعرفونا سكون قاعدين هما قاعدين في الباب هذا رقم واحد قاعدين يدخلوا في الناس كل شكون هما هذوما مسؤولين قاعدين يدخلوا في جماهيرنا لا يا خويا نحن ندخلوا بتسكرنا راه مش مسؤولين راه اي بيان سور لا لا مسهلين العمليه ما شاء الله فرحوا بينا فرحوا بينا المغاربه ومرحبا بهم في سوسه بحدنا الجماعه الجايه ديما ديما معاك يا ليتوال نسمعوا حاجه ديما معاك يا ليتوال الحمراء برجلها بالدم والروح حاربوا على جيلها صاحي واقول بلادي بحالي تعبتوا بالسوسه لهنا تعبنا وعادي من على خاطر الاتوال ديما نتعب عادي قدره الله ديما مع الاتوال في كل بلاصه وما يتسماش تعب هذا ما يتسماش مزيه مع الاتوال احنا جينا من سوسه اليوم باش نعرفوهم نعرفوا التوانسه الكل اللي بطول تونس في تونس هكا هو ما يزاش بطل تونس نجم الساحلي هو بطل تونس عنا احنا عندكم انتم اموركم عالم كل لغة صدمة في كل مدينة حلوا لنا الديبين وردون دي فولي كازا دي فولي بريكات في كل مدين ديما والمدروح الحمرة بالجنة قناة الجنوبية موجودة لهنا في مدخل أو داخل ملعب محمد الخامس وين باش يحتضن لقاء هام في كأس الاتحاد الافريقي ان نادي الرجاء البيضاوي والنجم الرياضي الساحلي Thank you.
توفيق الخذيري كاعلاميين ظهر لي رينا الاستقبال الحار والناس كل دخلت تلافز اللي راديو اللي قلت شنو رايك؟ بالحق هذه رضا عينة أخرى على العلاقات المتميزة بين تونس والمغرب، والحقيقة من نهار اللي جينا للدار البيضاء إلى غاية الساعة هذه ما لقينا كان كرم الاستقبال والحفاوة، وهذا الحقيقة مش غريب على شقائنا المغاربة. أنا نقول لك بكل صدق نشعر بروحي كأني في تونس، معناها هكا تراه الأجواء في الملعب في شوارع الدار البيضاء في كل مكان، وزيد على هذا حتى فريق النجم الرياضي الساحلي ما لقاش حتى صعوبة منذ وصوله نهار الخميس إلى غاية اليوم، يعني كل الظروف الملائمة متوفرة، وهذا طبعا اللي أكد العلاقات الباهية بين النجم الرياضي الساحلي وبين الوداد وبين زوج الشعوب تونس والمغرب، احنا جيران في نهاية الأمر. معناها احنا نقولوا المسؤولين النجم يلزم يردوا الجميل، وخاصة القسم الإعلامي يلزم يردوا الجميل للصحفيين المغاربة كيجيو سوسة. هذا لا شك فيه، لابد أنه قلتها البارح للدكتور جلال الكريفة بعد الاجتماع الفني وقت حكى لي على التفاصيل هذه الكل، قلت له معاملة بالمثل، قال لي مؤكد ومن نجم كان نردوا بالمثل على الشيء اللي لقيناه من اخوتنا المغاربة ان شاء الله في تونس نهار 7 جوان نعرفوا كيفاش نستقبلوهم ونفرحوا بهم، سواء كان الفريق الرجاء والا زملائنا الاعلاميين المغاربه اللي مرحب بهم في سوسه وفي تونس. الاستقبال ما كانش من الماتش، من نهار الماتش، معناها الاستقبال كان من المطار، رينا الجمهور استقبال خاص بفوزي بالزرتي واستقبال خاص زاد بالنجم الساحلي. الحقيقه تحس روحك كانك تلعب في تونس، عايش في تونس. تلك المده اللي قعدناها لهنا ما حسيناش الحقيقه معناها حتى شويه مضايقات، رغم قيمه الماتش ورغم قيمه زوج فرق، لكن بالحق يعني رينا كان الخير من المغاربه. جمهور كبير، رجعت الايام الباهيه نتاع الاتوال، مقابله في كوبا افريقيه، عدد هام تحول، حب كبير للجمعيه عام التسعينيه، فرحانين بمردود الفريق. ظهر لي الاتوال رجعت كما كانت، وان شاء الله الاتوال على الثنيه صحيحه، وان شاء الله المستقبل مش يكون مستقبل مشرق ان شاء الله. بالنسبه للرجاء كالعادة الحق فرحوا بينا برشا، مشكورين، وهذا مش غريب عليهم، وإن شاء الله في مقابلة الإيابة للنجم نقوموا بالواجب ونردوا لهم أحسن استقبال. إيش قال الجمهور نجم الساحلي؟ قال اللي جماهير الرجاء استقبلته بحرارة حتى في المطار، وعلاقة طيبة من أول الدنيا ما بين المغاربة والتوانسة، وتقعد العلاقة طيبة إلى مدى الدهر، معناها مش حاجة غريبة. ومقابله نتاع كرة قدم فرحوا بهم، من المسؤولين الاوفيسيال للمواطنين، مقابله نتاع كرة قدم فيها حماس، الروح والمحبه ما بين التوانسه والمغاربه موجوده ومش تقعد موجوده، ومش الدعم ان شاء الله. حلوا لنا البيبان، وردوا نضيفوا لي كازا، ضيفوا لي بريكات في كل بيت. الماوي المدروح الحمرا بالجرعة، بالدم والروح حربوا للجرعة، سحر تلاقوش بتعدي بحالي. اللاعب الدولي السابق لاعب النجم الرياضي الساحلي والمدرب عبد الرزاق الشابي متواجد هنا في ملعب محمد الخامس، مباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي الرجاء البيضاوي. كمدرب كلاعب كيفاش نجم تشوف المباراة هذه؟ مقابلة ديما نعرفوا النجم الرياضي الساحلي وقت اللي يسافر يلعب اون ديبلاسمون، وخاصة في ديربي تاع شمال افريقيا يقدم مستويات طيبة ويرجع ديما بنتائج ايجابية. اليوم الرجاء البيضاوي ماهوش الرجاء نتاع العادة، ترتيبه معناه يدل على اموره، لكن في مقابله كيما ذي يحب يستر ما الوجه، يحب يرجع الرجاء معناه في يعمل يخدم على تيتر على حساب النجم الساحلي. يظهر لي النجم محظوظ باش يلعب اون دي بلاسمون الماتش الاول، الروتور يكون في تونس، النجم محضر كل شيء، مقابلات نتاع الشامبيونات الاخرانيين قدم فيهم معناه مستوى فني ممتاز، ان شاء الله يبرهن اليوم معناه، خاصه الحاجه اللي تخوف النجم الساحلي هي اللياقه البدنيه، ان شاء الله بدنيا يكون معناها في المستوى، لانه نعرفوه الارهاق تاع مقابلات كل ثلاثة ايام مقابله، ان شاء الله ما تاثرش عليه اليوم. اذا اليوم تعدى معناها ليتاب هذه بريزولتا بوزيتيف، ان شاء الله نجم الرياضي الساحلي قادر ماشي ياخذ ورقه ترشح في سوسه بالذات. صدمة
في كل مدينة حلوا لنا الديفين وردون ديفولي كازا ديفولي بريكات في كل مدينة في صراحة مقابلة صعبة، فريق النجم الساحلي فريق قوي تحت قيادة مدرب كبير سي بنزرتي، فكنظر الحمد لله الجماهير الحضراس كانت واحد روح رياضية بين الفريقين وبين الجماهير الحضراس، فكنتمنى نفس الشيء يكون إن شاء الله في تونس باش تكون واحد المقابلة جميلة ونعطي واحد الكرة جميلة نشرفوا الكرة المغاربية إن شاء الله. ضربة جزاء تصديتي لها كيفاش شعرت؟ آخر مرة تقصينا احنا ما وافقتش ضربة جزاء ولا من الجماهير الرجاوية بأنني ما جبدت وحدة، لكن الحمد لله التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. كل أسف كنا نجموا نسجلوا عدد أهداف في الشوط الثاني ما تحصلناش على هذا ما زالت مباراة اللي تقنيا فين الخلل في الفريق التونسي؟ والله في الشوط الاول مشاكل وسط ميدان ودفاع، الشوط الثاني ما قلت شيء تحسن. سمعنا البنزرتي يسحق بالرجاء صحيح الخطا؟ احتمال ممكن احتمال. سي فوزي النجم الساحلي كان ينجم يفوز بالمباراة الشوط الثاني. الشوط الثاني الشوط الاول ما كانوش اللاعبين معناتها مركزين، ما كان عدد غلطات وهفوات معناتها ماهيش معقوله الا صار في الشوط الاول وماهيش مسموحه حتى لاعب عملوا في انطلاق بينا هدفين كنا نعمل فيهم كنا نجم نقبلوا حتى اكثر في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني عدلنا الاوتار الحمد لله ضغطنا ضربه جزاء كرات على العارضه مالوريزمون
انا با كونكريتيزي ان بيوت اللي سهل لنا الماموريه في مباراه الاياب. سي عبد المجيد الشتالي ظهر لي تابعت المباراه من الاول لاخر كيفاه؟ ما تابعتهاش. شفنا شوطين، شفنا شوط طبعا قوي من الرجاء على ملعبه يحب يكسب محبه انصاره بما انه في خرج من الشامبيونز ليج وفي البطوله احواله ماهيش جيده. احنا كلمه واحده غياب نكوم، الكل يعرف في تونس قيمه هذا اللاعب، واحنا في النجم الساحلي نعرفوه سيطرته على وسط الملعب اللي تعطي ثقه لزملائه وللفريق كامل. هذا هو التفسير. ان شاء الله في مباراه سوسه الرابطه والجامعه والوزاره ووزاره الداخليه يشجعوا النوادي التونسيه في المسابقات هذه ونشوفوا مباراه النجم الساحلي والرجاء البيضاوي في سوسه امام 23 الف متفرج مثل ما شفتوا اليوم الجمهور نتاعهم، مثل ما سامحوني في الكلمه اللي يقولوا يقيم الميت، وشفتوهم من الشوط الاول اللي عملوه. كنا في المستوى في الشوط الثاني من البدايه، يعني ما بين الشوطين في الربع ساعه في حوشة الملابس اكيد المدرب فيق وحسس الملاعبيه على الخطر اذا قبلوا ثلاث اهداف 3-0 مثلا. جات ضربه الجزاء يضيعها كريستيانو رونالدو، ضيعها ميسي يلعب هذا ويضيعوها الكبار الكل. كيف تشوف مباراه العوده حسب رايك؟ بشروط، اولا كوم يرجع ويعطي ثقه، الانصار يخدم خدمتها، الاداره تخدم خدمتها مثل العاده باش يحسوا الملاعبيه بالمسؤوليه، ومن بعد ان شاء الله الجمهور يكون مش بال 4320 ولا 6500 ولا يخليوا الملعب وياخذوا مسؤولين النجم والانصار ياخذوا المسؤوليه نتاعهم باش ما يصير شغب. هذا هو. معنا سي شفيق سعاد السفير تونس في المغرب سي شفيق الحاجي. سي شفيق ظهر لي انتهت المباراه بصراحه ماهوش رمي ورود، والجنوبيه ما ترميش ورود، الشيء اللي شفناه من السفاره نتاع تونس تسهيلات خاصه في عمليه دخول الكاميرا في المطار وكيفاش كان معناها الامور منظمه 5 على 5، والاستقبال اللي لقيناه من المغاربه للتوانسه كيفاش. اولا هذا قبل كل شيء نشكركم ساعة على اهتمامكم بمتابعه النجم الرياضي الساحلي اللي هو يمثل في تونس قبل كل شيء. وبالنسبه لمهام السفاره هذا من صلب اهتماماتها، وبطبيعه الحال هذا واجبنا لابد ان نقوم به ونسهلوا كل ماموريه كل وفد يزور المغرب في اطار رسمي او في اطار رياضي، وهذا نعتبره من صميم الواجب. الجماهير المغربية استقبلت جماهير النجم الساحلي بطريقة بصراحة ممتازة جدا حتى بعد المباراة. الحمد لله انه تربط الرجاء الرياضي عنده الرجاء المغربي عنده يعني علاقة طيبة بالنجم الرياضي الساحلي وبكل الفرق التونسية، وهذا ليس غريب على جماهير الرجاء البيضاوي أنه باش يستقبل النجم الرياضي الساحلي بك الحفاوة بكامل الروح الرياضية، خاصة وأنه الممر الحالي النجم الرياضي الساحلي سي فوزي المنزرت اللي خلى الأثر طيب وصيت ممتاز جدا لدى الجماهير الرجاء البيضاوي. إلى هنا تنتهي الحصة متاعنا، الحصة الخاصة بمباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي الرجاء الرياضي بكامل الكواليس نتاعها. آخر كلمة يقولها عبد المجيد الشتالي مساج للرياضة التونسية. للرياضة التونسية الكرة القدم، المسؤولين على كرة القدم يعطيونا شوية ضمان له المباراة الحاسمة اللي تكون في سوسة، يخليه أولا الجمهور يكون جمهور ما يشبه ال 4000 وال 6500 واعتقد تكلمت من الناحيه الفنيه على غياب لاعب نكوم وماهيش اول مره، وصل لي باش قلتها في عده مناسبات، لان ضد الترجي في تونس يعمل هفوه ضد لاعب الترجي 70 متر على عالم مرمانا وياخذ بطاقه ياخذ انذار ويعطي فرصه للمنافس اللي كنا ضاغطين عليه باش يتنفس ويرتاح.
بالهدية اللي قدمها لهم إنكم. كنت نظن وفات وفهم اللي هو لاعب دولي كاميروني أصبح أساسي. هاي ضرتنا اليوم، شفتوا لما خرج في مباراة تنزانيا عملت حسابي، قلت للحذاء المسؤولين، قلت لهم بعد كده نشوفوا القرعة ونقولوا شكون مش يعوض إنكم. عنده إمكانيات كبيرة، ما أعتقدش أن لاعب قادر باش يعوض إنكم. جمعية ربيت جيال ماضي وحاضر عن العالم جمعية ربيت.